في الأثناء يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وللمزيد ينضم إلينا من العريش كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. إليك كريم. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم لا تتوقف هذه المساعدات الإغاثية عن الوصول إلى مدينة العريش ورفح، وتحديدا مطار العريش الذي فعلا يستقبل الطائرات التي تخطت 285 طائرة حتى الآن. مفترض أن يزيد هذا العدد، ربما يصل ل 290 بنهاية اليوم. نتحدث عن الجسر الجوي الكويتي وهو الأكبر حتى الآن. قارب الجسر الجوي الكويتي الآن قارب على 40 طائرة تقريبا التي وصلت إلى مطار العريش الدولي، ضمن 29 طائرة بالفعل يعني جاءوا خلال الأيام السابقة. نتحدث أيضا عن عدد كبير من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية المختلفة التي وصلت بالفعل إلى رفح والعريش، عشرات قد تصل لمئات الشاحنات تصطف على جانبي الطريق في العريش ورفح والشيخ زويد بانتظار الدور للعبور إلى الناحية الأخرى من الأشقاء في فلسطين. أيضا دخل إلى قطاع غزة 20 شاحنة بالفعل دخلوا إلى الناحية الأخرى وتسلمهم الهلال الأحمر الفلسطيني، وجاري تجهيز أكثر من 100 شاحنة حتى الآن. أيضا يعني بالأمس كان هناك تجهيز أكثر من 100 شاحنة، ولكن ما يعرقل دخول هذه الشاحنات هي قوات الاحتلال التي تؤخر دخول هذه الشاحنات بشكل طويل جدا، مما يجعل يعني هناك تكدس كبير للشاحنات في الناحية الأخرى، وأيضا يؤخر دخول الشاحنات من هنا. لكن هذا لا يمنع استمرار أيضا وصول الشاحنات إلى معبر رفح المصري والمجهودات المصرية المستمرة لإدخال هذه المساعدات المختلفة، أيضا بالإضافة لدخول 300 من مزدوجي الجنسية كما ذكرتم. فارتفع هذا العدد الآن إلى أكثر من 11 من مزدوجي الجنسية دخلوا بالفعل إلى الأراضي المصرية، بالإضافة أيضا 311 ألف من مزدوجي الجنسية دخلوا بالفعل، بالإضافة أيضا لأعداد المصابين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يعني تعدد أرقامهم الآن أكثر من 530، ربما 550 من المصابين الأشقاء الذين تلقوا العلاج هنا في المستشفيات المصرية. شكرا جزيلا لك زميلي كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من العريش.